جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا مر آية من القرآن الكريم وفيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم والمأموم ينصت في أثناء الصلاة، فهل يصلي أيضا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبق هذا في الجواب، قلنا إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن بينه وبين نفسه ولا يرفع بذلك صوته.